يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من جميع الدول، ذلك بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. في السياق ذاته تستقبل مستشفيات العريش عددا من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. يعني محمد، أطلعنا، ما المشهد عندك؟ نعم، تحياتي لك في البداية ولجميع المشاهدين. بالفعل ما زالت تغطيتنا مستمرة لجميع عمليات وصول الشاحنات إلى معبر رفح البري. نتحدث اليوم عن 66 شاحنة وصلوا إلى معبر رفح وقاموا بالعبور إلى معبري كرم أبو سالم ومعبر العوجة. هذه المساعدات أيضا بالإضافة إليها توجد 6 شاحنات خاصة بالمساعدات الطبية والدوائية و6 شاحنات أخرى خاصة بالوقود، 4 منهم خاصة بالسولار و2 من الغاز الطبيعي. فيما يخص مطار العريش، بالفعل قد وصلت 3 طائرات أمس إلى مطار العريش، 2 منهم من المملكة الأردنية الهاشمية وتحمل على متنها يعني حوالي 13,000 طن من المساعدات، وطائرة من المملكة العربية الإمارات العربية المتحدة تحمل 39 طن من المساعدات الخاصة بالخيام والأدوية والمستلزمات الطبية. أيضا فيما يخص عبور بعض الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح، فنتحدث عن 18 حالة يرافقهم 31 من ذويهم إلى مستشفى العريش ومستشفى الشيخ زويد. يمكن هذا هو المشهد تقريبا اليوم في مدينة العريش واستقبال المساعدات. نذكر أيضا أن أمس كانت هناك زيارة في غاية الأهمية لرئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، قد وصلت إلى مدينة العريش وقامت بتفقد مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر، وأشادت بالدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر في استقبال المساعدات وتخزينها بشكل سليم وبشكل صحيح، تمهيدا لتسليمها إلى الأشقاء الفلسطينيين في معبر رفح. يمكن هذا هو المشهد لدينا من الأمس وحتى الآن. نعم، في محمد. مدينة العريش، وأعود إليك مرة محمد الخطيب مباشرة كنت معنا من العريش، شكرا جزيلا لك.